السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عزيز غالي يعطي الحلول الناجعة لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي ووضع حلول وإيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل وهذه المعضلة التي عصفت بتلاميذ المغرب الذين يصل عددهم إلى عدد سكان دولة قطر. هاد الحلول باش نمشيو شويه نتقدموا، هاد الحلول اللي اقترحتها الحكومه واللي اقترحها رئيس الحكومه بتشكيل واحد لجنه وزاريه اللي غتشرف على الحوار، اي انه حيد الملف بشكل ولا باخر من الوزاره ديال التربيه الوطنيه الى لجنه وزاريه باشراف رئيس الحكومه. كيفاش كتشوفوا انت؟ بنفس العقليه ديالها. راه المشكل ما تبدل والو. اش جا رئيس الحكومه وقال غندير لجنه وزاريه، شنو دارت؟ شنو داروا هاد الوزاره؟ عيطت في التليفون للنقابه قالت لهم اجي نهار اثنين نتلاقى. يعني ماشي لجنه وزاريه، الوزاره. اذا شنو كتفلى عليا؟ هذا من جهه. من جهه اخرى نجي لهاد اللجنه اللي دارت الوزاره اللي دار رئيس الحكومه، شكون اللي فيها؟ فيها شكي بن موسى، زيد التعليم لونسينيمون، زيد فيها الوزير المنتدب المكلف بالماليه، فيها زيد، وفيها السكوري يونس السكوري الوزير. اش كيدير تماك؟ اش كيدير؟ اش كيدير وزير التعليم؟ عيناتو الحكومه. علاش عيناتو الحكومه؟ ايوا هو المخاطر، لان هذا استمراريه لدوك ديال اللي تفرض عليهم التعاقد، هذيك الطبقه اللي ما دخلش في اطار الوظيفه العموميه. علاش الوزير المكلف بالوظيفه العموميه ما كايناش؟ والنقابات كتقول هنا، انا طرحت هذا السؤال على احد المسؤولين النقابات اللي حاورت في هذا الموضوع، كيقول لك انا طلبت من رئاسه الحكومه ان هي اللي تشرف لي على رئيس الحكومه، قال لك انا كنكلف اكس. انا ما نقولوش علاش تكلف لي اكس ولا اكس، ولكن اطون بلاتي انا باغي ندير شكون المسؤول المباشر على الموظفين ديال الدوله اللي كيسطر السياسه ديالهم، شكون؟ عندها وزيره مكلفه بهذا القطاع. اذا مثلا غادي فري، انا خدام في وزاره الصحه، عندي مشكل في قطاع الصحه وغنجي نتحاور، يعطيني الوزير ديال الصناعه التقليديه، شنو غنضربوا بالرشمان المرضى؟ لا انا كنتفق معك، البوليتيك واضحه. اذا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ابداء حسن النيه، شنو كان خص دير الحكومه؟ دابا حنا في ازمه، شنو خص دير؟ اول حاجه توقيف قانون الماليه، قانون الماليه ككل خصو يوقف، نوقف القانون الماليه ديال البلاد ككل. كامل القطاع، طبعا لان قطاع ماشي قطاع فيه مشكل، راه بلاد فيها مشكل. انت قبيله كتقول لي المغرب كاع كيهضر عليه، حتى ما كيهضر على القانون الماليه. علاش؟ لان المخرجات الحوار ديالي خصها تبان دابا حسن النيه. انا فاش غادي نجلس مع رجال التعليم ونقول لهم غنزيدكم 100 درهم كمثال، وكاش غنزيدها لهم؟ يعني خصها تبان في هذا القانون المالي. باش غنزيدها لي في 2025؟ اذا حسن النيه كيبدا من هنا. انني غادي نجي غادي نقول على الاقل ما كنتش نحبس قانون الماليه، في التصريح ديالي نقول لهم غادي ندير قانون الماليه ريكتيفيكاتيف ابتداء من مارس، ولكن تكون ان ديكلاراسيون، حيت الا داز قانون الماليه غادي تجلس تهضر معايا ونقول شوف قانون الماليه داز، قانون الماليه 25 ترى يدار تعديل حكومي، غيجي وزير جديد في مارس ويقول لك اخويا داكشي اللي يهضروا معاك راه حاجه اخرى، انا عندي ها شنو عندي، ونبقاو نطيحوا في الطاحونه. اذا القرار الاول تربح الوقت، طبعا القرار الاول اللي كان خص يتاخذ هو هذا، ان النقابات تشوفوا باش نبين لكم حسنيه ها قانون الماليه اش غادي قبل ما تكملنا على القرارات اللي كتجيكم انتم كجمعيه، مستعدين نديروا شي مبادره؟ لا انا نقول لك حنا من اجل حل حاله الموضوع، التصور ديالنا عندكم شي، عندكم شي تصور لحل الموضوع؟ التصور انا قلت لك اني ماشي مستقبل، ماشي كمنهج. لا تنقول لك النقطه الاولى هي هذه، فاش نهضرنا على قانون الماليه والتبعات ديالو راه هذه النقطه الاولى، هذه راه مدخل لفك الازمه. النقطه الثانيه يجب تغيير طاوله الحوار. شكون كتشوفوه ممكن طاوله الحوار؟ اول شيء خص التغيير من جهه الحكومه، اللي خص يكون رئيس الحكومه، تكون الماليه، تكون وزاره التعليم والوظيفه العموميه، هادو اساسيا. اللي بغى يتزاد يتزاد، ما عندنا مشكله، ولكن هادو بربعه لان هما اللي معنيين بالملف، معنيين بالملف واللي عندهم حلول مباشره، كتبين حسن النيه في العمل ديالكم، ما تجيب لي انا السكوري ما عنده ما يدير هنا. كذلك تغيير الطاوله في الطرف الاخر، يعني النقابات الاكثر تمثيليه والتنسيقيات لقاو صيغه للتواجد ديالهم. كيفاش التنسيقيات؟ الان كاينين ثلاثه اربعه ديال التنسيقيات كبار، هما اللي كبار اربعه ديال التنسيقيات. غادي نرجع لك عاوتاني هنا، راه كنستشهد بالكلام ديال مسؤول حكومي. تقول لي شي، انا كنعرفو مسؤول حكومي، شتيه انت يا تيخربق، شتيه كذا، هذاك تيبقى رايك كيلزمك، اللي هو عبد اللطيف وهبي. قال لك انا ما نجلسش مع التنسيقيات، حنا كحكومه كنجلسوا مع اطارات اللي عطاها الدستور، اللي عطاها القانون، اللي عطاها كذا بهاد النقابات. قال لك انا باش نجلس اليوم مع تنسيقيه، غدا تجيني 1000 تنسيقيه، كل واحد يشي يدير تنسيقيه ويجي. داكور واخا. كيفاش كتشوف هذا الوزير؟ غادي نسولو علاش جلس مع المجموعه ديال الاساتذه ديال المحامون اللي سقطوا في الامتحان؟ المرصابون، علاش جلس معاهم؟
ياك هو هو علاش جلس معاهم؟ علاش جلس معاهم؟ يلاه هو دوله وكيجلس مع اللي منظم علاش جلستي مع هذوك؟ حيت هذيك الازمه كتهم القطاع ديالك انت باش تفك الازمه عليك جلس معاهم جلستي قبل من هذا الشيء وقبل بانه يعاود الامتحان وهنا كيقول له ما تنازلش الجمعيه مثال الجمعيه الوطنيه لحملات الشهادات المعطانين بالمغرب ما كان عندها لا وصل اداره لا والو ما كان عندها كانت كتجلس مع اقوى وزير داخليه مره في تاريخ المغرب المشكله زعما اللي هو درس البصري شنو المشكله توظفت تفكرتيني شنو المشكله وانتزعت وظائف شنو المشكله بهذا الشيء اذا هنا فين كتبان لا فولونتي اما التنسيقيه باش تقول لي انا نجلس بحال اللي كان واقع واحد الوقيته في وزاره الصحه فاش تشكلات النقابه ديال الاطباء الاطباء النقابه المستقله للاطباء الطلبه الاطباء لا لا ديال قبل من الطلبه ديال الاطباء ككل كانت خرجات تاسات النقابه الوطنيه للاطباء القطاع العام حتى واحد القتال الوزير ماشي يجلس معاهم ولكن فاش لقى 90% الاطباء كاينين في النقابه اللي تا وبلجي جلس معاهم باش يلقى الحل وحتى الطلبه الطلبه اللي كانوا خرجوا في التنسيقيه راه جلس معاهم وانصازي وجلس معاهم نقول لك هذه الهضره ديال ما اذا حنا الحل هو هذا يعني كاينه الامكانيه طبعا خاصه دابا الان ان التنسيقيه تسهلوا لهم المأمورية تجمعوا في تنسيقيات كبرى ثلاثه تنسيقيات كبرى اذا هنا فاش نقول لك انا خص طاوله الحوار تبدل هي هذه ولكن في هذه طاوله الحوار اللي كتبدل خص ابداء حسن النيه ابداء حسن النيه كما قلت كتبدا من قانون الماليه لي زونغاجمون ديال الدوله في قانون الماليه وكتمشي الاجراءات غير مرتبطه بغير مرتبطه بما هو مالي راه كاين دي شوز غير مثلا هذا الشيء ديال البرامج وبزاف ديال الحوايج تبدا تتناقش علاش جينا حنا حصرنا كل شيء لا حطيت انا ولا كيهضر معنا شي وزير بحال جاب ده من جيبو انا حطيت 9 المليار مالك شتي انت وانا تقول لي حطيت 9 المليار كاين قطاعات اخرى وكاين قطاعات اخرى ديك 9 المليار مشات لها غير في شي انشطه ثانويه ياك هو خصو عنده مشكله ديال الفلوس يجيب لنا الفلوس ديال البرنامج الاستعجالي هذوك اللي سرقوا الفلوس يردوا غير يرجعوا لنا غير الفلوس اللي كيقولوا بان ارباح فاحشه ديال المحروقات وحنا حلينا المشكل 17 مليار دابا تكون ولات 43 مليار المشكل اللي كاين مشكل سياسي مشكل قرار سياسي طبعا قرار سياسي اللي خص تاخذه الدوله في علاقتها مع المانحين ديال برا انتوما هذا اللي نختم باش ندخل محور اخر لان هذا المحور خدا لنا كاع الوقت انتوما كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان والتعليم من اسمى الحقوق بالنسبه للانسان الان الضحيه في هذا الشيء هذا هو التلميذ ولد الطبقه الفقيره ولكن شكون اللي مسؤول التلميذ انا جاي لك نكمل السؤال التلميذ ولد الطبقه الفقيره ما التلميذ ولد اللي مرقع راه شويه وان ولاد اللي تنهضروا عليهم راه كيف قال هو وهبي ولدو راه قرا في كندا كيفاش كتشوفوا انكم واش ممكن تدخلوا ماشي لاش تفروا فاش قرا في كندا كيفاش تدخلوا باش تحميوا الحق ديال التلميذ حنا بالنسبه لينا فاش نهضروا على حسن النيه كما قلت الحل الثاني هو هذا الحوار النقطه الثالثه القطع مع هذه المساله ديال الاقتطاعات من الاجره واللي راه تفعلت في الداخليه كانوا الموظفين الجامعات المحليه داروا اضراب وراه اول مره كتفعل لا حتى بالنسبه للدوله فاش كتجي كتقول لك الاجر مقابل العمل واخا انا بالنسبه لي استاذ درت اضراب ما قريتش ثلاثه الحصص اذا انا لما خلصتينيش فيهم واخا رجع نقري ما رجعش لدوك الحصص ما نعوضهمش علاش غادي نعوضك انا بالمنطق ديال الحكومه في حين الاستاذ فاش غادي يرجع يعاود كل شيء اذا حسن النيه في العمل كيبدا من هذا الشيء انني نرد الناس لي صالير ديالهم وحنا كنتحاوروا بافريكان بلافون واضح النقطه الاخيره باش نساليو هذا المحور هذاك القانون الاساسي يجب السحب ديالو بكل شيء ما فيهش نصحها لان فاش يكون لو كادر عوج ما عندك ما تزوق لداخل خص ضروره الاعلان الان ببلاغ ديال السحب ديالو والعوده الى طاوله الحوار ونجلسوا ونناقشوا وغادي نلقاو الحلول يا يعني اما انت عندك كادر عوج وغادي نبقاو انا وياك غا كنبدلوا فيه لا بدل هذا كمصبوغ بحال عندنا الكادر ديال الكونتر بلاكي باغي نديروه ساس وكنناقش انا وياك غنصبغوه بالاحمر ولا بالخضر انا راه هذه المشكله في الكونتر بلاكي ما شادش ككل في الماده الاوليه ككل اذا هذا يتسحب ككل وانا ذاك نناقش وغادي اكيد غيطلق الحد نقاش مجتمعي سوسيتال كنعتبروا التعليم مشكله كبيره في البلاد نقاش مجتمعي وغادي نلقاو لي سوليسيون ولكن هادو هما لي باز لي تروا باز ولا الكاتر باز ايسونسييل اربعه ديال الرجال باش يوقف على طاوله الحوار هي هذه قانون الماليه السحب ديالو او على الاقل الالتزام بتعديل ديالو باش اللي خرجنا به يدوز تغيير طاوله الحوار الاقتطاعات ترجع والنقطه الرابعه هي سحب القانون الاساسي